ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 15/11/2022، وأنا أسجل من بغداد إن شاء الله. والتدريب على الشوتينج الواحد، لا لاعبين رقم واحد واثنين وثلاثة، لاحظهم يصوبون على الهدف اللي على جهة اليسار، واللاعبين أربعة وخمسة وستة، لاحظ، يصوبون على الهدف اللي في جهة اليمين. فبنفس الوقت اللاعبين واحد يلعبون الاثنين، زين، يعني واحد يلعب الاثنين، واحد من الأربعة يلعب الخمسة، زين، خمسة يلعب الكرة داخل قوس الجزاء تقريبا إلى اللاعب ستة، بينما اثنين يلعب الكرة داخل قوس الجزاء وقرب علامة معينة للاعب رقم ثلاثة. يعني ثلاثة يعني ستة وخمسة تقاطعوا بالرقم، ستة راح الكرة خمسة، وثلاثة راح الكرة اثنين. فستة يهيئ الكرة أمام الهدف اليمين، يصوب اللاعب أربعة اللي يعمل أوفر لابينج على ستة خلال تقدمه للكرة داخل قوس الجزاء، واللاعب ثلاثة يستلم الكرة مثلا داخل قوس الجزاء، هيئها للاعب واحد اللي يعمل أوفرلابينج على اللاعب ثلاثة ويصوب على الهدف. إذن اللي يصوبون هم أربعة وواحد اللي بدأوا الفعالية، واللي يهيئون الكرة هم ثلاثة وستة برفض تقاطع. يدورون اللاعبين المراكز، تبدأ المجموعة الثانية وهكذا. تمرين جدا بسيط لكن يحتاج إلى ما يعرف بعض الانتباه على توقيت الركض، خصوصا ركض الأوفرلابينج بين ثلاثة وواحد وبين ستة وأربعة. هذا مهم جدا جدا عشان يكون توقيت جيد لملاقاة الكرة من قبل اللاعب رقم أربعة رقم واحد في توقيت مناسب لتهيئة الكرة من قبل اللاعبين اللي هم ثلاثة وستة. التمرين بسيط جدا، الأربعة إلى خمسة، خمسة إلى ستة، ستة يهيئ كرة أمام الهدف، أربعة يهاجم الكرة بالأوفرلاب ويصوبها المرمى. نفس الوقت يكون واحد إلى اثنين، اثنين إلى ثلاثة، ثلاثة يهاجم الكرة داخل منطقة قوس الجزاء، يهيئ الكرة للجانب، يصوبها من؟ يصوبها واحد خلال لعب الأوفرلاب حول اللاعب رقم ثلاثة. بس لا تزيد ولا تنقص ولا تقلل. بعد محاولات معينة نبدل مكانات اللاعبين، يعني يصير عندنا طبعا خلال المحاولات الأولى والثانية والثالثة اللاعبين يديرون على مكان، على أماكن، يعني يروح واحد مكان اثنين، اثنين مكان ستة، ستة يروح مكان مثلا واحد أو أربعة أو المهم المكانات تتبدل. بعد مجموعة يعني كل لاعب يحاول يصوب أربع كرات، كل لاعب ثلاثة إلى أربع كرات، طبعا الحركة كاملة، اللاعبين يبدلون، اللي كانوا في جهة اليمين يروحون جهة اليسار، واللي كانوا في جهة اليسار يروحون لليمين، وكل تغيير أو تعديل أو تبديل أو زيادة أو نقصان يعود إلى المدرب. أنا دكتور موفق المولى، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن لا يحرمنا من شفاعة سيدي رسول الله، وأن يمن على الجميع بالخير والبركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.